دائما صحة الأطفال بتكون من أول اهتماماتنا، ولهالسبب بفقرتنا اليوم رح نتعرف على كيفية الحفاظ على بشرة الأطفال الحساسة من التأثيرات الجانبية اللي ممكن تكون ناتجة عن عدم عناية أو عدم معرفة مسبقة أو تدبير خاطئ من الأم أو المحيطين بالطفل. عن جد هو شيء كتير مهم، يعني بشرة الأطفال جدا حساسة، وخصوصا إن هي مختلفة تماما عن بشرتنا نحن الكبار من حيث النعومة والرقة أو حتى قابلية الحساسية وقابلية التعرض للكثير من المواد يلي ممكن تهيج هي البشرة. موضوع جدا مهم لحتى نعرف ونتعلم كيف بنقدر نحافظ عليها ونحميها من ملوثات ومسببات الحساسية. تفاصيل كثير رح ناخذها مع دكتورتنا رشا دغستاني اللي هي أخصائية بأمراض الأطفال والرضع وحديثي الولادة. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. هلا هلا، يسعد صباحكم. اهلا دكتورة، يسعد صباحك. بداية، شو بيميز بشرة الطفل لحتى اليوم نفرد له فقرة مستقلة عن بشرة الكبار؟ هذا السؤال حلو، وحتى مثل ما أنتم لما قدمت الفقرة قلت أنه بشرة الطفل حساسة، فنحن حنحكي حكي علمي ليش بشرة الطفل حساسة. هلأ ببداية كتركيب بشرة وطبقات البشرة هي ذات البشرة عند الكبار والبالغين، لكن الفرق ما بينها أنه هي أرق أو أقل سماكة من طبقات البالغين. كمان بالنسبة لموضوع تراص الخلايا بين بعضها هي أقل تراصاً، فهالشي عم يخلي أنه يسمح مثلاً، نحن بنعرف أنه هو حاجز الجلد شيء يغلف الجسم بشكل كامل، هذا الشيء بخلي أنه تخترق المواد بشكل أسهل. كمان في سبب ثالث فينا نحكي فيه، نحن بنعرف أنه في غدد عرقية، في غدد دهنية، مثل ما قلت لك يعني هو تركيبته نفس تركيبة الجلد عند الكبار، لكن هدول بيكونوا غير نشطين. فبالنسبة لموضوع الترطيب أو موضوع إفراز الدهن هو أقل من البالغين، هالشي كمان عم يخليها تكون جافة أكثر، حساسة أكثر. في عنا كمان طبقة الهيدروليبيد، وتحت في الغلاف الحمضي بيكون أقل درجة حموضة، هذا عم يخلي الحاجز عند الجلد، يعني حاجز الجلد عند الطفل أقل فعالية من عند البالغين، ليخليها حساسة أكثر، بحيث أنه دخول أي مواد مهيجة كيميائية حتى مواد طبيعية أنه تفوت بسهولة أكثر، أسرع تماما وتأثر أكثر. يعني من عدا في كثير شغلات هو حساسة له بشرة الطفل غير عن بشرة الكبار صراحة. صحيح، يعني دكتورة أنا بلاقي طفل الكربوج والمهضوم هيك اللي عنده خطوط بتلاقي في حبوب هيك على وشه من كتر البوس، يمكن في عادات سلبية، يعني بيبوسوه الكبار كثير بيمسكوه مثلا، يمكن هذا الشيء غلط، ففي عادات سلبية يمكن بتأثر على بشرة الطفل وبتخليها تتهيج ويمكن يصيبه حساسية وقصص كثير تتطور لحتى تصير بدها معالجة. شو هي هي القصص السلبية اللي نحن لازم نتفاداها لحتى نحافظ على بشرة الطفل؟ هلأ مثل ما قلتي غلط موضوع اللي هو تبويس الطفل بهذا العمر، مثل ما قلنا هو حاجز البشرة أقل فعالية من البالغين، مناعته أقل للطفل، يعني ممكن كتير بيغلطوا بيبوسوا بيكون مثلا طالع لهم الهيربس الحلق اللي هي هي، إذا عدت الطفل هذا الطفح الفيروسي هو شديد الخطورة عند الأطفال غير عند الكبار البالغين. بالإضافة في بعض الشغلات اللي أنا حابة أحكي عنها، إنه هي نفرق بين المرضي وبين الطبيعي، اللي هي الأسئلة الشائعة اللي بسألها كتير أمهات. هلأ أول شيء في هذا الحب اللي مثل ما قلتي أنت الناعم، في حب طبيعي نحن بنسميه عد الوليد، هو أول ما بيخلق أول أسبوعين بيطلع له مثل حب نمط حب الشباب تماما، طفح عليه في بقلبه حويصلة، تمام حويصلات بيضة صفرة بتشبه تماما، يعني بتلاقي معبي وشه الأهل بيرتعبوا إنه كيف هيك ليش بشرة الطفل. هلأ بنقول لهم هو طبيعي وما بده أي معالجة ولا نقرب عليه، هو أول أسبوعين وبيختفي لحاله. شو السبب؟ هلا في له سببين مرجحين، السبب الاول انه هو الهرمونات تبع الام ان وصلت عن طريق المشيمه للطفل تماما، عملت هذا الطفح خلال اسبوعين بيختفي لحاله. وفي سبب ثاني انه قد يكون انه شوي تسمك بالخلايا المتقرنه اللي هي الطبقه السطحيه من البشره انسدت بس اول اسبوعين، وهي ممكن تتوسف وتأشر لحالة وأنه تطيب لحالة، يعني ما في أي مشكلة. هلأ هي طبيعي ما في أي خوف. كمان الطفح الثاني اللي ممكن كتير يسألوا عنه الأهل
اللي هو بتلاقي فيه مثل الوحمات الزهريه بالذات بين صح. الجبين وعند الاشفان وخلف النقره. الام متوحمه على تماما بيخافوا، وهي لها اكثر من مسميات، ممكن يسموها حتى عضه الملائكه يعني احيانا بعض المراجع هيك بتسميها. هي وحمه زهر شاحبه. هلا هي اللي عم بحكي تحديدا هدول المتناظرين، هدول ما فيهم اي خوف، وبتختفي خلال السنه الاولى من العمر لحالهم يعني، كمان بتختفي تماما بتختفي وطبيعيات. لكن غير الوحمه اللي بيكون لونها غامق او على بني بيتي تماما او بني، او في وحمات وعائيه نابضه او لونها غامق، في هدول مختلفين بقى عن الشيء المرضي. اوكي يعني هذا اللي بدنا نفرق نحن عنه. كمان في بنسميها البقع المنغوليه اللي هي بلون بترولي، بتجي لون ازرق شاحب. هي بتظهر اكثر شيء بالظهر بالناحيه العجوزيه فوق منطقه الحفاض، اكثر شيء ممكن تشوفها او بالفخذين، فبترتعب الام انه شو هي اللون الازرق اللي بابني. فهي كمان بنسميها من الشغلات الطبيعيه اللي بتروح لحالها وما في اي خوف. تمام طيب. هلا بنجي في شغلات مرضيه مسبباتها فيروسي او بكتيري، هن بحر شاسع، ممكن القوباء او حتى الحمامه السميه. هدول كمان انه ننتبه بالفحص السريري بتبين اكثر لهم. وصف الطفاح بيظهر باماكن دون اماكن، بنفضل طبعا اكيد فحص الطفل بهالحاله، رغم انه حتى الحمامه السميه ما يعني ما وصفوا لها اي علاج، قالوا انه كمان تتراجع لحالها عند الاطفال المواليد محدده لذاتها تمام، وهي اكثر عند المواليد من الخدج صراحه. طيب دكتوره، حنروح شوي لفئه عمريه اكبر بعد قليل، يعني فئه الست سنين سبع سنين وطلوع، ولكن قبل ما ننتقل من الرضع، في كثير مشاكل بتصير عند الاطفال بسبب الحفاض. مظبوط. كثير من الناس بيقولوا انه انا كل ما بدي بدل حفاض طفلي لازم غسله، لازم احطه على المجله والدنيا بتكون شتاء والدنيا ما في مي سخنه او شيء، لازم احط باودر كل مره، هي بنجيبها من الصيدليه، الى اثار سلبيه. وين الصح وين الغلط؟ هلأ الصح هو التنظيف وبدون مبالغة فيه. يعني مثل ما ذكرت في البداية، هي بشرة الطفل حساسة، فنحن بدنا نحاول نبعد عن الصوابين والصوابين القلوية اللي هي قاسية مخرشة. عم نقول نحن بشرة الطفل هي أكثر جفافاً، يعني معرضة للجفاف أكثر، فمنبعد عن الصوابين. أنا ضد أنه معتبع مثل ما قلت مع كل غيار حفوضة تجي تحط لي محارم معطرة، غلط قولاً واحداً. تحط بودرة غلط، نحط تغسله بالصابون غلط. الشيء الوحيد المطلوب هو فقط الماء. البودرة غلط؟ البودرة غلط طبعاً. حتى في كتير منظمة الصحة منعت بيعها ببعض البلدان، يعني إلى كتير طلعت مسببات فيها زنك، والأفدئة نفس الشيء صح. طلع دراسات كتيرة تأثيرها على المدى البعيد، من عدا أنه غير أنه هي إنه مضرة لهي المنطقة، ممكن تسبب فطريات. هاي البودرة ما بيطلع الرزاز هذا عم يستنشقه الطفل، عم تسبب تحسس حتى يعني. فقولا واحدا، لا كثير ايميلات وصلت انه من منظمه الصحه انه بمنع استخدام بودره الاطفال. طيب دكتوره، يعني الام كمان بتحب انه يمكن في امهات موسوسين كثير نظافه، يعني هي بتطلع من البيت يمكن بتمرق على الدرج بشموا كل الجيران ريحه العطر وهي نازله، فهي تمام. كيف بدها تعطر طفلها وتنظفه بطريقه انه يكون ريحته طيبه ويعني وضعه منيح من دون ما تاثر مثلا على رئتينه، مثل ما حكيتي، من دون ما تستخدم هي الباودر اللي فيها مواد يمكن ضاره بصحته، فشو هي الطريقه الانسب لهذا الشيء؟ هلا يفضل بالذات بالفتره الاولى انه نبتعد عن هدول الشغلات اللي هي المعطرات ومثل ما قلنا والبودره. لقلك ليش؟ هلا احنا ببدايه شو ذكرنا؟ انه بشره الطفل هي ارق وهي حساسه، حاجز الجلد اقل، يعني تفاعلها مع بقيه المواد المخرشه اقوى، فما بالك في عندنا نسبه من الاطفال ونسبه عاليه تقريبا معرضين لموضوع التحسس اللي هو التهاب الجلد التحسسي الاكزيما، وله علاقه بالوراثه. يعني اذا كان احد الابوين مصابين بالاكزيما، احتمال كبير الطفل يكون عنده بنيه تحسسيه، وحتى له ترابط بموضوع الربو وموضوع التهاب الانف التحسسي. فنحن الطفل الطبيعي اللي ما عنده ارضيه تحسسيه ممكن يرتكس للعطورات بشكل مهيج، فما بالك طفل عنده ارضيه تحسسيه رح تعمل له التهاب جلد تحسسي واكزيما. فنحن ما بنفضل استعمال العطور ابدا. النظافه انا برايي من عمل روتين حمام للطفل حسب الطقس، اذا طبعا صيف ممكن يكون تواتره اكثر. مثلا كم مره بالاسبوع؟ هلا بالصيف ممكن 3 مرات لـ4 مرات بالاسبوع، معلش، لكن بالشتاء كافي مره اسبوعيا او مره كل 10 ايام. ومنه من احد الاسباب اللي حكيناها
انه احنا لما بنعرضه لكثير كل يوم حمام نحن عم نخسره الزيوت الطبيعيه اللي هو اصلا بحاجتها تماما، بحاجه للترطيب. كمان الحراره العاليه اللي نحن بنحطه او اللي بتحممه فتره طويله بيقعدوا ساعه لدرجه انه بيطلع اللي ملاحظ تجعد الجلد للشوانه يعني خلته يخسر الزيوت الطبيعيه تماما، صار مثل تماماً. ارض الصحراء تمام. هذا الشيء نحن اللي غلط انه مننبه عليه. روتين صحي للحمام بوقت قصير، مي دافيه مو كثير حرارتها عاليه، الترطيب بعد الحمام ضروري بس بمرطبات تكون طبيه اورجانيك تماما، ناخذها من الصيدليه ما بدنا الشغلات التجاريه، شيء مناسب لبشره الطفل كترطيب سواء زيت معروف في زيت الاطفال او حتى اللوشن للاطفال صح. مناسب ما بيحسس بشره الطفل. بعد كل حمام نبتعد عن العطور والبودره وهي القصص كلها. يعني امهاتنا وحتى بعض السيدات لما بفوتوا هذا الطفل وبيطلعوه شوندره سيفه وليفه وبيهروا له جلده ولا التمليح، انا هي اللي يحكي فيها انه ايه بحطوه بالملح تماما اول ما بيخلق، هي الشغلات اللي يعني كارثيه مخرشه جدا لبشره طيب. الطفل رحنا للفئة العمرية الأكبر مثل ما ذكرت 6-7 سنين بلش يروح على المدرسة عفوا، في بعض الملابس اللي بيلبسوها الأهالي للأطفال بيرجع الطفل بتلاقيه تحسس من نوع القماش صح، شلون لازم نختار نوع القماش المناسب لبشرة طفلنا؟ بالبداية أكيد القطن هو الصحي لبشرة الطفل، يعني سواء لأعمار الرضع أول ما يخلق بنحاول نختار القطني الصرف 100% قطن مخلط طبيعي. تماماً يعني مو لأنه في قطن تماماً قطن مخلط، وحتى مواليد فصل الشتاء أنا بنبه عليهم أنه الطبقة الداخلية قطن وفوقه إذا حبت تلبس الصوف أو المخمل معلش، بس مو الطبقة الداخلية اللي تكون ملامسة بشرة الطفل لأنه نسبة عالية من الأطفال عندها حساسية من الصوف فالأطفال اللي أنت مثل ما ذكرت الأكبر عمراً القطن هو الأفضل. ممكن يعني ندخل الأقمشة الثانية في حال ما عنده الطفل تحسس، لكن في أطفال للأسف هو عنده تحسس تجاه هذا الشيء أكيد بدنا نتجنبه يعني لحتى ما نفوت بموضوع بقى حتى تحسس في شركات الجلد عالمية المرضي. رغد يمكن تعرفي هذا الموضوع، ما بتعطي ترخيص انه انت تبيع ملابس اطفال الا اذا اخذت عينات عشوائيه وفحصت النسيج مزبوط. قديش نسبه القطن وشو مصدر القطن وشو نوعه وصالح للفئه العمريه مثلا من 3-5 سنين للسته لا ليس حتى صالح حتى بالعاب الاطفال في فابريكس معينه بيستخدموها لحتى الطفل ما يتحسس وما يصير معه أكيد. كل هي المضاعفات اكيد. ومننبه تكمل الام هذا الشيء الصح بشيء صح ثاني انه هي تنتبه بقى للطفل بموضوع انه ما تعرضه بقى للمهيجات والمحسسات اللي ممكن تضر بشره الطفل، يعني لازم بقى يعني يكون في بالفتره الاولى تنتبه حتى حواليه. مو بس للصوابين للمنتج المسحوق الغسيل يعني في بعض الاطفال ممكن تلاقي انه تبع انه عجزنا هو طالع له طفح بيبقى ناعم تحسسي واضح انه هو ما بتبوح الغساله منيح تماما ايه فانه بنعجز احيانا انه نعرف شو المسبب انه انا ما عم بستعمل عطور انا ما عم بعمل منشك احيانا طبعا بالدرجه الاولى بالحليب الصناعي او باي دواء عم تعطيه هي فهو متحسس له هي مو حاسه بيطلع شيء دواء الغسيل هو متحسس منه بالحقيقه ومثل ما قال انه ما عم يكون في غسيل 100% بالمي فعم بيضل بقايا منه تعمل تحسس للطفل. ما ضل غير نتشكرك كثير ونتمنى الصحة والسلامة لكل أطفالنا وأهاليهم. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك دكتورة، يعطيك ألف عافية.